أصدقائي، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة مع عزيز. المنتخب الوطني حقق نتائج إيجابية ونتائج جد جد إيجابية، يعني بالتأهل دياله الربع النهائي من منافسات كأس العالم عن جدارة واستحقاق، واللي بينت العناصر الوطنية عن قتالية كبيرة وعلى انضباط تكتيكي، وكذلك وليد الركراكي والطاقم التقني ديالو على القراءات الجيدة لأطوار المباريات والحسابات التكتيكية اللي كان محضر لها لمواجهة الضغط الكبير ديال الخصوم، خصوصا ديال المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني اللي حاول انه يضغط على المنتخب المغربي، وكذلك ان التحولات التكتيكيه ديال المدرب لويس انريكي اثناء المباراه ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب الاسباني، القراءه التكتيكيه ديال المدرب لويس انريكي العناصر الوطنيه واجهتها بانضباط تكتيكي محكم، وكأن المنتخب المغربي ووليد الركراكي كانوا لاعبين المباراة ديجا وغدا تعود وعارفين السيناريو ديال المباراة. حاول المنتخب أو المدرب إنريكي أنه يدير تغييرات تكتيكية أثناء المباراة، وأنه يلعب على الأطراف، وكذلك ما استطاعش أنه يدوز من الأطراف، فحاول على أنه فش يعني كان تكلم مع اللاعب فيران على انه اللاعبين ديال وسط الميدان يعطيو تمريرات في الظهر ديال المدافعين ديال المنتخب الوطني، فافضل لها المدرب الوطني، وبدا الحارس بونو كيخرج وكيقطع هذوك الكواري وكيسد يعني الزاويه على المهاجمين. كذلك المنتخب الوطني بين على قراءه عاليه من ناحيه وسط الميدان، اللاعب نصيري قام بواحد الدور كبير، انه يعني ما خلاش كان كيضغط على اللاعبين ديال المدافعين، وما خلاش يعني الا لاحظتوا ان في المباراه اثناء المباراه غتلقى ان سيرجيو بوسكيس ملمش بزاف ديال الكرات، لان ما خلاش اللاعب نصيري انه يلعب. كذلك الخطا ديال لويس انريكي قام بخطأ كبير، انه ما قحمش اللاعب اسبيليكوينتا مكان لورينتي اللي تلعب به كيما بغى اللاعب بوفال، وخصوصا في الشوط الاول عطى ثقة كبيرة للاعبين المغاربة انهم شدوا الكرة في رجليهم، ولا لاحظتوا ان الكرة كانت تخرج من الحارس بونو وكتمشي لوسط الميدان وكتمشي عبر الأظهرة وكترجع كذلك ثاني الحارس بونو وكتلعب ثاني الطرف الايمن او الطرف الايسر من الملعب، وكندوزو واحد الكره بسلاسه كبيره. اللي عطانا الثقه في الشوط الاول هو اللاعب بوفال اللي كان كيشد الكره وكيدير مراوغات يعني جميله للاعبين ديال بعض الاحيان، جوج لاعبين وبعض الاحيان ثلاث لاعبين، وعطانا ثقه كبيره. كذلك المنتخب الوطني تحكم في زمام المباراة تكتيكيا، انه ما خرجش يلعب الكرة باش ما يخليش مساحات كبيرة في الظهر ديالو. الناخب الوطني وليد الركراكي اللي حوالي 21 لاعب الان اللي قحمهم في منافسات ديال كأس العالم، فوسع تقريبا قاعدة يعني وسع قاعدة يعني قاعدة الاختيارات ديال اللاعبين المغاربة. اللاعب بوفال قام بواحد التمريرة يعني نموذجية، تمريرة جميلة للاعب نايف أجرد في الشوط الإضافي في الشوط الأول، والضربة الرأسية كانت مشات فوق المرمى يعني بواحد يعني كان تسجيل هدف الاول. كذلك التمريره ديال اللاعب اوناحي في الشوط الاضافي الثاني اللي مررها اللاعب شديره، يعني اللاعب شديره لو كان انه لاعب يعني كان كيلعب في المنتخب الوطني قبل
انه غادي يتعامل معاه بشكل احسن من ديك القذفه اللي كانت مشات بطيئه وضربت في الرجل ديال الحارس المرمى ديال المنتخب الاسباني. كان الافضل ليه انه يمررها اللاعب الزميل ديالو، الزميل ديالو يسجل الهدف الثاني، الهدف الاول عفوا. المنتخب الوطني غادي يواجه في المباراة الجاية المنتخب البرتغالي، اللي المنتخب البرتغالي اللي غنديروا ليه قراءة إن شاء الله، قراءة تكتيكية، ونتكلموا على القوة ديالو، على مكامن الخلل للمنتخب البرتغالي. هنيئا للمنتخب المغربي، التأهل ديالو مرة أخرى إلى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم. وكنوجهوا التهاني ديالنا للمدرب الكبير وليد الركراكي، اللي صراحة بين على كفاءة كبيرة، وهذا شرف لنا أن مدرب وطني يعني حقق نتيجة اللي ما حققها حتى شي مدرب أجنبي، وما قدر يحققها حتى شي مدرب يعني عنده كفاءة وعنده اسم كبير. فلهذا كنتمناو يعني أن الركراكي يزيد ويبقى مكونسونطري. المنتخب البرتغالي راه ماشي قوي أكثر من المنتخب الإسباني، وراه مادام ربحتي المنتخب الإسباني تقدر تربح المنتخب البرتغالي وكذلك المنتخب الفرنسي، ولما لا المنتخب البرازيلي اللي كيعتبر اقوى يعني اقوى منتخب لحد الان. اللاعب نتكلموا كذلك على اللاعب اشرف حكيمي، ضربة الجزاء اللي سجلها الاخيرة، راه خصك تكون لاعب كبير ولاعب يعني كتمتع بواحد الرزانة وبواحد كونسنتراسيون عالية باش تسجل داك الهدف في ديك الدقيقة، وهي ضربة الجزاء الأخيرة اللي غتعطينا المرور إلى ربع النهائي ديال كأس العالم. فالآن قصينا المنتخب الإسباني، خصنا نفكرو في المنتخب البرتغالي ونحضرو ليه بشكل جيد. في الحلقة القادمة إن شاء الله غنتكلموا على مكامن القوة ومكامن الخلل عند المنتخب البرتغالي. نضرب لكم موعد إن شاء الله في الحلقة القادمة، وشكرا.